تعالوا نروح نشوف تصريحات خاصة لرقم 10 للتونسي نبيل طرابلسي مدرب منتخب نيجيريا الأسبق عن مباراة تونس ونيجيريا وتأهل تونس لدور الثمانية، ونرجع نكمل كلامنا. حماة الحما يا حماة الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد السؤال الأول، كابتن منتخب تونسي قدم مقابلة ممتازة ممتازة جدا، خاصة على الطريقة الدفاعية، كانت يعني خطوط قريبة بعضها، كانت يعني كتلة واحدة ضد الكرة، حسينا فما لحمة، حسينا فما روح. بصراحة نعرف فريق منتخب تونسي ونعرف منتخب نيجيري، ما ريتش منتخب نيجيري اللي يعني استعمل الآلية تاعو الهجومية، لقى يعني كل معناها تونس سدت كل المنافذ يعني على الأورقة في الوسط، يعني كان ديما عدد لاعبين على اللاعب، عدد ثلاثة أربعة على موزيس سايمون، تشوفوا انديدي يعني هو ديما دينامو الفريق سكروا عليه، يعني بصراحة مقابلة من طراز عالي من المنتخب التونسي. بالنسبة للمقابلة الثانية، أكيد مقابلة ثانية ضد بوركينا فاسو تكون ماهيش كما المقابلة الأولى، فما آليات أخرى، فما ظروف أخرى. منتخب بوركينا فاسو صحيح ما عندوش إمكانيات نيجيريا، لكن يبقى رقم صعيب، منتخب ممتاز بدنيا، فريق يعني قادر أن يفاجئك في أي وقت، عنده لاعب ممتاز الكابتن ألي توري، عنده يعني ساق يسارية ممتازة جدا، لاعبين عندهم إمكانيات محترمة بصراحة الفريق البوركيني. بالنسبة لتسوية كأس العالم، نتصور يعني مقابلات يعني بين مصر والأسود الأطلس السنغال، هي تكون مقابلة من طراز عالي، من أحسن المقابلات. تونس مالي، يعني كل مقابلات تكون يعني مقابلات يعني بصراحة مقابلات كبيرة ياسر، ونصور اللي يركز واللي يعرف كيفاش يتعامل مع كل مقابلات خاصة الذهاب وإياب ويكون عنده بنك ممتاز، نتصور أنه شي يفوز بهذه المقابلة. أكيد مقابلة نيجيريا وغانا تكون ديربي من طراز عالي، كل يعني كل المقابلات تكون بصراحة يعني مقابلات صعيبة وصعيبة صعيبة جدا يعني.